بتوقعات مرتفعة، ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي بناء على توقعات الإدارة، وحتى نصل إلى وضع عادة الشركة تتمكن تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من التراجع في التوقعات. هذه لعبة، هذه ليست أكثر من لعبة يلعبها محللو الأسهم وتلعبها إدارات الشركات ونلعبها نحن المحللون، وبالتالي يجب النظر إلى ما يحصل على المدى البعيد وليس فقط على المدى القصير أو أرباح المدى القصير والتحذيرات وسياسات الاسترشادية على المدى القصير من قبل الشركات. والعديد من الشركات لا تزال تعطي قيمة جيدة، لكن بالتأكيد هي ليست حاليا بالأحرى ليس هناك قيمة كبيرة كما كنا نحصل عليها قبل 6 أشهر مثلا. ورغم أن المستثمرين يريدون الاستثمار الأكبر الآن، وهم سعيدون بتفوق الشركات على التوقعات، لكن يجب على الناس والمستثمرين أن ينظروا إلى المدى البعيد أكثر من مجرد إصغاء إلى ما تقوله إدارات الشركات. نعم، بالحديث عن موضوع التقييم، يعني تاريخيا إذا عدنا للوراء في كل مرة شهدنا هذا الارتفاع الكبير إلى هذه المستويات في التقييمات كنا نشهد بعدها نوع من الأزمات، ربما الأزمات المالية. لماذا هذه المرة قد تكون مختلفة؟ هل اليوم دورة الاقتصاد مختلفة سابقا، أو أن نضوج الأسواق المالية عموما أصبح أكثر من ذي قبل؟ الأسواق بطبيعتها دورية، وسوف نرى المشاكل في المستقبل تماما كما رأينا المشاكل في الماضي. ليس بالضرورة أن تعتمد أو أن تكون مشاكل في القطاع المالي أو في الإنترنت كما حصل قبل 16 عاما، لكن بالتأكيد هناك مشاكل في المستقبل. التحدي بالنسبة للمستثمر هو تجنب محاولة تنبؤ متى سيحصل هذا الأمر، وعوضا عن ذلك يجب النظر إلى التقويمات الضمنية الأساسية والتركيز على القطاعات التي لا تزال جذابة وإبعاد الأموال عن الأسهم والقطاعات والأصول التي تبدو أسعارها أعلى من قيمتها الحقيقية. واحدة من الأخطاء التي نرتكبها كمستثمرين هي أن نحاول التنبؤ بالمستقبل، ورغم أننا نرى بأن الاستثمارات مسعرة جيدا حاليا بل قيمته أعلى بقيمتها الحقيقية، لكن قد تكون هناك بعض الفرص بالنسبة للمستثمرين. نحن نرى بعض الفرص، لكن يجب على المستثمرين أن يتجنبوا محاولة توقع حصول انهيار في السوق على المدى القصير، وهناك خطر حقيقي بإخراج الأموال من السوق ثم الاضطرار إلى إعادتها إلى السوق. دعني أتحدث معك عن هذه النقطة. التخوف من الماركت كراش دائما سيبقى هذا موجود إلى حد كبير، ولكن اليوم إذا أردت التحوط من أي سقوط حر في الأسواق المالية، ربما البورتفوليو 60-40 هذا السيناريو قد لا يلعب، لأنه كما نعلم بأن الارتباط يعود بقوة لجميع الأصول. هل من الإمكان التحوط في أي نوع من الETFs كونكم أيضا يعني تغطون جميع الETFs الموجودة في الأسواق في Morningstar؟ Yes, that's right. So you are هذا صحيح. أنت تصارع مع السؤال الأصعب بالنسبة للمستثمرين حاليا. فإذا ركزت فقط على العلاقات التي كانت سائدة في الماضي من أجل التعامل مع المحفظة بنسبة 60-40، فستجد أن المستقبل يختلف عن الماضي. نحن حاليا في وضع غير مسبوق وغير معتاد، حيث أن العوائد الحقيقية منخفضة جدا جدا، وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة بأن ترتفع العوائد وأن تتراجع أسعار الأسهم في الوقت ذاته، وهذا أمر لم نراه إلا مرتين في آخر 20 عاما. هذا ليس السيناريو الذي اعتدنا عليه، وهو أمر سوف يتسبب بمشاكل كبيرة بالنسبة للناس الذين يعتمدون على العلاقات التي كانت سائدة في الماضي. ثم يصبح السؤال هو كيف تتحوط ضد هذا الانكشاف. نحن نشكك كثيرا بخصوص العلاقة العكسية بالانكشاف على الETF، فهي عادة
هي تؤدي وظيفتها، وهذا الأمر رأيناه منذ الأزمة الماضية. وبالتالي عوضا عن ذلك نحن نعتمد على الأموال النقدية في المحفظة كطريقة للمحافظة على القيمة. هذا أمر غير مثير لأن تفعله، ولا أحد يحب الاعتبار بالأموال النقدية، لكن نعتقد أنه أفضل، أي الأفضل أن نحتفظ بالأموال النقدية من أن نحتفظ بالسندات أعلى من قيمتها، أو أن نأمل بأن بعض هذه الصناديق الـ ETF بالأشكال الجديدة سوف تساعدنا. الأموال النقدية دائما أفضل. نعم، الآن في ظل اليوم ترامب، بريكزيت وانتخابات في أوروبا، ما الذي تفضله، أمريكا أو أوروبا كأسهم؟ I'd prefer to have a year أنا أفضل أن يكون لدي عام كامل دون أي أخبار، لكن هذا الأمر لن يحصل. لدينا الكثير من الأخبار المتعلقة بالاقتصاد الكلي وبالسياسة في الأشهر العشرة المقبلة، ويجب أن نجد طريقة للتعامل معها. ما تعلمناه العام الماضي وما يجب أن نكون قد تعلمناه الماضي، وأنك لا تستطيع أن تتنبأ بتبعات هذه الأحداث السياسية، وحتى لو صدق تنبؤك فإن رد فعل السوق ربما لا تستطيع تنبؤ فيه. رأينا هذا الأمر بعد البريكزيت، رأينا هذا الأمر بعد فوز ترامب، وربما نراه مجددا هذا العام. وبالتالي عندما نحاول تجاهل هذا الضجيج نرى بأن الأسواق الأوروبية، البورصات الأوروبية تقدم قيمة أفضل من الأسواق الأمريكية، لكن الفرق ليس كبير جدا إلى حد أن نطلب من الناس أن يخرجوا أموالهم من البورصات الأمريكية وأن يضعوها في الأصول الأوروبية، بل نحن نوصي بالتحرك بوتيرة أبطأ من ذلك. نحن نعلم بأن الأسعار يمكن أن تصبح أعلى بكثير في أمريكا قبل أن تبدأ بالعودة إلى الانخفاض. نعم، نفضل أوروبا، وهذا الأمر نرى أو تراه ينعكس في أعمالنا، لكن هذا لا يعني بأنك لا يجب أن تحتفظ بأي أصول أمريكية. نعم دان كامب، شكرا لك على وجودك معنا، وأنت مدير الاستثمار في مورنينغ ستار إنفستمنت. Thank you for having me. شكرا. ومشاهدينا